يا سلام على أجواء جميلة، على حضور يصنع هذا الحدث. دخلنا الآن في جو هذه المباراة وأصبحنا ننتظر منافسة قوية جدا على أرضية الملعب، وهذه الجماهير تنتظر مباراة تليق بتوقعاتها. الإجابة على كل الأسئلة ستكون من خلال متابعة اللقاء. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام من ملعب الملك فهد، معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى مثيرة بين الفريقين. فريق الهلال السعودي في مواجهة المرينج ريال مدريد، كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة كبيرة في المستوى. نتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة، نتمنى الجماهير الشغوفة بأن تستمتع بهذه المباراة وأن تكون هذه الأجواء حافز كبير مهم للجميع. فالفيردي في تنفيذ الركنية، شهراني بشتت الكرة، ريال مدريد يعتبر النادي الأبرز في أوروبا وفي إسبانيا بسيطرته على البطولات المحلية، كذلك هو النادي الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال، ياسين بونو في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي، روبن نيفيز سيبدأ مع سيرجي ميلكونوفيتش في الخط الوسط، وفي الأمام لدينا ميتروفيتش. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في حراسة المرمى يتواجد كيبا، ديفيد ألابا سيلعب بجوار روديغر في الخط الخلفي، فالفيردي سيبدأ رفقة بيلينغهام في وسط الملعب، وفي الهجوم رودريجو سيبدأ مع خوسيلو. الله على التدخل، شوف كيف أبعد الكرة، فرصة للتقدم في المباراة. في المرمى يتصل حارس المرمى، خوسيلو يتدخل والكرة تخرج إلى رمية تماس. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. مساحات موجودة في الطرف يتقدم فيها الآن، فرصة للتقدم في هذه اللحظات. ينجح الحارس في التصدي، تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. خطورة لم تعد موجودة في هذه اللحظات. بكرها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. مساندة تصل الآن، كرة هدف الآن، كرة بتضيع، افتتاح النتيجة في الفرصة الماضية، هدف محقق لكن الكرة راحت. شوف الانفراد واحد على واحد، كم بالإمكان أفضل مما كان في اللقطة الماضية. كامافينجا تسرع في إرسال الكرة العرضية، لكن العرضية بتصل مباشرة إلى حارس المرمى بدون أي مشاكل. الهلال يفقد الكرة، بيعدي فيها، بمر بيعدي، تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. الآن مع فالفيردي، مع الصافرة نخرج الآن لاستراحة ما بين الشوطين. الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا. خطيرة في هذه اللحظات، نيمار يسجل الآن، يضرب الآن، هدف أول عن طريق السحر البرازيلي. الله على نيمار،
هدف بمجهود فردي حقيقة. توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توجهوده في النهاية وضع الكرة في الشباك. هدف رائع بمجهود غير عادي. خوسيلو، فالفيردي، لا يمكنهم الحفاظ على الكرة. فاول لمصلحة الهلال. سعود عبد الحميد، يا سلام الله على المرور. عرضية بيوقف ألابا. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. والكرة تذهب هنا. بينية ممتازة قد تشكل خطورة. التسلل يتدخل ويوقف الخطورة. كرة تلعب بشكل سليم، مرت ووصلت وكانت تبدو خطيرة، لكن في النهاية قرار صحيح. كرة بتتخلص من روديجير. ينطلق بالكرة نحو المرمى. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى، لكن بتروح الكرة. فرصة الآن لكرة مرتدة. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. بيلينغهام، الله على كوليبالي في إبعاد الكرة العرضية. كرة بتضرب الخط الخلفي. الجماهير تدفع نحو تسديد الكرة. الكرة في المرمى. يتقدمون الآن بفارق هدفين في النتيجة. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة. وهنا حدث الانفراد بالمرمى والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة وجاء الهدف، يؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المرمى. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. وصلت لفينيسيوس. لم يضع حدا للخطورة. خطورة لم تعد موجودة في هذه اللحظات. حكم الراية مشاهدينا يرفع رايته، يعلن عن وجود تسلل في هذه اللحظة. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. اوه، تصدي قوي جدا. دقيقتين كوقت بدل ضايع. الآن تنتهي الحكاية. الصافرة تعلن عن نهاية المباراة بهزيمة ريال مدريد. الفريق كان خارج الخدمة اليوم، لم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية. بالتأكيد الخسارة مستحقة بالنظر للمستوى اللي ظهر به الفريق اليوم. لعب مباراة بشكل جيد واستطاع أن يقدم أيضا مجهودات ساندت فريقه لتحقيق الفوز. نجح في زيارة الشباك وتسجيل هدف في مباراة اليوم. إجمالا قدم مباراة جيدة وسام في فوز فريقه.